ودعت المملكة إلى الحل السياسي للخروج من أزمات المنطقة وحل قضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. في هذه المناسبة أؤكد استنكار المملكة وأسف الشديد القرار الأمريكي بشأن القدس لما يمثله من انحياز كبير لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس والتي كفلتها قرارات دولية ذات الصلة وحظيت بدعم اعتراف وتأييد المجتمع الدولي.